شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوفه اللي عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند قدم عقارب لتكون مشاهدين الكرام في برواز الصدارة في إطار الانتصار. سلام الخور، سلام سلام الأنيق. بعد شلف اللقاي المفتوح ينتزع شلفة الجذاع البكار المفتوح، وها هي عقارب تصل إلى خط النهاية. ناصر بن عبد الله المسند تستاهل الناموس، البارحة رمز والليلة ثلاث رموز أربع رموز في يومين. تستاهل خير يا أبو بريك، الحمد لله رب العالمين، هذا كله توفيق من الله واجتهاد اجتهادنا كلنا في العزبة صراحة. أنا كلنا كفريق المضمر وأنا والربع اللي اختاروا لنا الحلال الطيب، فالحمد لله رب العالمين توفقنا بالرموز هذه وإن شاء الله القادم أفضل. أنيق الليلة شعارك فعال الفعائل الليلة، ونتمنى لك التوفيق ونقول ما شاء الله تبارك الله، ليلة اكتساح للرموز بسمي. والله الحمد لله رب العالمين، كلن يجتهد وكلن ياخذ نصيبه. احنا تعثرنا في المهرجانات السابقة لكن الله عوضنا اليوم والحمد لله رب العالمين. هل في خطة قبل المهرجان هذا تمت بينك وبين المضمر؟ اكيد نعم، صارت عندنا يعني عدلنا اوراقنا وجلسنا وعدلنا اوراقنا عقب الكويت والحمد لله رب العالمين. اي نعم الحمد لله. ناصر بن عبد الله جديدك المشتريات او تجهيزاتك لباقي المهرجان؟ ما عندي مشتريات ولا لي نية مشتريات خاصة في السن الكبير، خلاص الحلال كله بين وان شاء الله ان اللي عندنا بيكفي ان شاء الله بيسد. هذا الدليل الليله ما شاء الله ثلاثه من اربعه. نعم الحمد لله رب العالمين. السؤال سالتك في يعني في غنه الريان، كم رمز كان في راسك الليله؟ والله كنت ما متوقعين رمزين لكن الحمد لله الله جاب ثلاثه. الحمد لله. وكنت تطمح في الرابع بعد؟ طماع في اخر شوط. عقب الثالث لا والله عقب الثالث خلاص الحمد لله اكتفينا الحمد لله. القناعه كنز الايافنا وجعلنا من سندايم الفوز لمن تهدي. وياك اهدي لسيدي سمو الامير الاهل قطر كافه.